كل هذا التأخير؟ عم نستنى هون من الصبح، نشفنا من البرد. استاذي في ايه؟ سيدي مصاب وبستنى من الصبح في الباص، مش هيك التعامل؟ ايش في؟ يا تنبيدوا الجوازاتهم منتهية وجاري فحصهم. جنسياتهم ايه؟ فلسطينيين يا معالي الباشا. طيب خير ان شاء الله، اجراءاتكم تخلص بسرعة وتتوكلوا على الله. الراجل اللي ماشي جنب الاوتوبيس هناك ده تبعكم؟ اه يا فندم، ده كان ركب معانا وقفنا في نص الطريق قبل الحدود كده يجي ب 20 30 كيلو. يا استاذ كابتن هاتوا يا مجدي. اقف مكانك يالا. خليني، انت فتشت الاوتوبيس ده؟ لسه يا فندم، ما دخلتش منطقة التفتيش. قوم معايا يا حاج. ما بقدر يا ابني. خد البنت خليك. ما بقدر. تعال تعال معايا. خد يالا. اشترك في باقات واتشة الشهرية من 14 جنيه و99 قرش، وباقات سنوية من 149 جنيه و99 قرش.